ما زلنا نتواصل معكم أيها الأنصار الأوفياء، أنصار طارق جيجانما، أنصار الفريق العريق، كما تحبونا نحبوكم. كما ديمونديتو الكوتش فوزي كردوسي قلتولنا مازال ما هضرش، هنا فوزي كردوسي موش مازال ما هضرش، خليناه للآخر. لاعب قدير طارق جيجانما، مد سنين كبيرة لطارجي، ولد طارجي، تعب. راهو معاكم فوزي كردوسي. خويا فوزي بعد ما دخلتو في 16 بلوكي وكملتو 16 بلوكي، راحوا اللاعبين 3 ايام راحة، ودروك رانا نشوفوهم في ثاني حصة تدريبية بعد ما راحوا الماونة الصباح. واش هي واش مازال تحضيرات قبل من بداية البطولة؟ أظن بعد 3 ايام من الراحة عطينا اللاعبين راحة، كانت عمل شقة، يعني كنا بعمل جبار تسمى اللاعبين أدوا، يعني المرحلة الأولى شوية صعيبة تاع بداية التحضيرات، يعني المرحلة الثانية هذا الأسبوع يعني نواصلوا في التحضيرات يعني صباح ومساء، وإن شاء الله في الأسبوع هذا راح تكون مقابلة نهار الجمعة مع فريق واد الحد يعني بمدينة قسنطينة، وإن شاء الله في الأسبوعين هذه راح نزيدوا نجيروا بعد المقابلات وين نشوفوا جاهزية اللاعبين، ونحاولوا يعني الفريق الأساسي ثم بدات المعالم تاعهم يعني لحدي الان 61 يعني 65% يعني ملامح الفريق الاساسي راح يكون ان شاء الله جاهز. يعني المقابلات هذه اللي جينا في الاسبوع هذا تعطينا شويه معطيات وين يكون الفريق محضر من جانب التحضير البدني، وفي هذا الاسبوع يعني نحاولوا نروحوا واش قلنا نفوزي في الجروب، يعني مادام نوساطير كان ما كانش يعني لحق لاعبين هاد الجدد، يعني وان كان تغيير جب يعني جذريا كان يعني الفريق يعني بقاو غير 3 لاعبين الموسم الفارض، يعني شوف يعني ليسبري دو جروب، يعني كاين فريق يعني ولاد فاميليا وراهم كاينين يعملوا كونوا يعني من اللحظه الاولى كونوا جو عائلي في الفريق، ان شاء الله هذه تبشر بالخير يعني، وراه يساعدنا هذا ليسبري دو جروب، يساعد الطاقم الفني، وان شاء الله يعني تكون بدايه حسنه للطرجي قال ما شاء الله. بارك الله فيك. كان معكم فوزي كردوسي مساعد المدرب جيروند. You just gotta be strong.